السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. نتكلم مع بعض النهاردة عن هجوم رئيس نادي الزمالك ومحمود معلوم معروف محمود معلوم معروف اللي بيقدم تريكسات من زمن فات. بيتكلم عن النادي الاهلي وبيهاجم النادي الاهلي من خلال برنامج الزمالك اليوم اللي خصص اكتر من نص وقته للهجوم على مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا البدايه زي ما قلت لحضراتكم كانوا هدفهم جروس وبعدين تحولوا قرار مجلس النادي الاهلي بتعليق سخيف من احمد جمال انتقد في مجلس اداره النادي الاهلي وعمل مداخله مع محمود معروف. محمود معروف طبعا بيكره كل ما هو اهلاوي او كل ما يمت للنادي الاهلي بصله. محمود معروف كان مهاجم الاهلي بدايه او مجلس اداره النادي الاهلي شبهه بمجلس حنفي. مجلس حنفي وقال لك النادي الاهلي مش على راس وريشه، النادي الاهلي زيه زي اي فريق فرسكور ولا مش عارف النادي الاتحاد بيعاملهم زي بعض. يا سلام، ده حازم يوم يا اخي قال المره اللي فاتت قال لك جامل الاهلي من جامل الزمالك دلوقتي، يعني خليك منطقي وعقلاني يعني مش للدرجه دي، يعني ما انتش كرهك للنادي الاهلي مش هيخليك يعني تعمى او ما تشوفش او حضرتك ما تشوفش الحقيقه يعني. خدين بال حضراتكم. فالمهم الكلام مش على راسك ريشه وخدت وانت فتحت صدرك واتكلمت لما الزمالك او الاهلي تعادل مع الاسماعيلي بهدف كريم بامبو النادي الاهلي فتح صدره وقال لك هنسحب وقال لك مش هلعب وخسدت قرارات ناريه ومش عارف ايه. ولما الزمالك اتغلب او اتعادل مع الانتاج الحربي رجعت تاني في كلامك، شكلك بقى وحش، عملت فيها زي عبد الفتاح الاسري، انت مش فاهم، انت انت بتمشي ورا الزمالك او بتقلد الزمالك او بتشوف الزمالك ايه وانت رد فعل النادي الزمالك. فاسلوب سخيف من محمود معروف، حتى اتكلم بطريقه دونيه، طريقه سوقيه. قال لك الولعه دقت فيه، الولعه دقت في النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي لما اتعادلوا مع الاسماعيلي وقال لك اضرب كرسي في الكلوب وقال لك ابوظ كل حاجه وبتاع. ولما الزمالك اتعادل مع الانتاج رجع خطوتين لورا ومش عارف رجع في كلامه عامل زي حنفي، معلش هتنزل مع هو مين اللي حنفي؟ فكرني كده، محمود معروف كم مره رئيس نادي الزمالك اعلن انه هينسحب من الدوري ومفيش حاجه من الكلام ده حصلت كم مره؟ يعني اكتر من يتعدوا على اصابع الايدين الاثنين، اكتر يعني عدد مرات ممكن ان الواحد يدوم اكتر من 10 مرات او اصابع الايدين، مش يعني مثلا بيضربوا مثلا اصابع الايد الواضحه، لا ده اصابع الايدين اكتر من 10 مرات. مرتضى منصور يا راجل، مع احترامي لكل الناس، الناس كلها دلوقتي في مصر عارفه مين هو حنفي. في اسمين معروفين حاليا في مصر، حنفي وتفاهه. كل الناس اللي بتسمعني دلوقتي عارفين مين هو حنفي ومين هو تفاهه. وحنفي اتسمى حنفي ليه وتفاهه اتسمى تفاهه ليه. حنفي اتسمى عشان الفيلم، يعني حنفي اتسمى حنفي علشان كثره ربوعه في كلامه وما بينزلش في كلامه. تفاهه اتسمى تفاهه بسبب تلقيح وشغل كيد النساء اللي بيعملوا على مجلس اداره النادي الاهلي وبيتكلم في حاجات تافهه. نرجع نطلع من محمود معروف لان محمود معروف خد من وقتنا كتير، نرجع ونتكلم عن مرتضى منصور. مرتضى منصور بيرجع وبرضه بيهاجم مجلس اداره النادي الاهلي، هاجم محمود الخطيب وقال له بيبو بتاع اللحمه عنده كلمه عنك وارجل منك وانت طلعت عيل. بيقول لاحمد جمال اللي يقول الكلام ده بيبو الخطيب طلع عيل هنعمل ايه يعني، وما عندوش كلمه ومش راجل في كلمته، مش راجل مش عارف ايه، وحنفي بتاع ومش عارف. وهاجم طبعا مجلس اداره النادي الاهلي وقال لك، وكان في ضيف كده معرفش اسمه ايه كده راجل كبير في السن معاهم، معرفش تقريبا صاحب مرتضى منصور، ما هو البرنامج برضه بيجيب اصحاب مرتضى منصور يعني. فبيتكلم بيقول لك ايه، النادي الاهلي خلاص ما بقاش له هيبه من وقت الخطيب ما مسكه، النادي الاهلي ما عليهش قيمه وماشي ورا نادي الزمالك، والنادي الاهلي رد فعل النادي الزمالك. انتوا عاوزين يعملوا لنفسهم شق يا اخي، يا اخي زي ما بقول لحضرتك، انت النهارده النادي الاهلي، انت فين من النادي الاهلي؟ انت فين من بطولات النادي الاهلي؟ انت فين من تاريخ النادي الاهلي؟ انت فين النادي الاهلي؟ فين بطولاته محليه افريقيه عالميه؟ له ترتيب عالمي النادي الاهلي، بطولاته قاريه
موصله لترتيب عالمي رقم 2. انت فين؟ انت لحد دلوقتي السنه اللي انا بكلم او الوقت اللي انا بكلم حضراتكم فيها انت ما رحتش كاس العالم للانديه. النادي الاهلي راح حدث ولا حرج. النادي الاهلي وصل ثالث انديه العالم، حصد البرونزيه. في فرق عربيه وصلت الثاني، لكن الاهلي في وقتها من فتره في اليابان ومش خدوا ده في المغرب وخدوا ده في الامارات، لكن اليابان ساعه بيولوجيه عشان احمد امين ما يطلعش يسخر عليا، يسخر تاني زي ما سخر على الكابتن عدلي القيعي لما ضرب بسان داونز الساعه البيولوجيه وتغيير الوقت والكلام ده كله. فالنهارده انت بتتكلم في ايه؟ النادي الاهلي، يقول لك النادي الاهلي والخطيب وشوه صوره الاهلي وعاوز يقلد رئيس نادي الزمالك ومصر ما فيهاش غير اسد يا سلام يا استاذ، انت اللي كنت مش عارف اسمه ايه الراجل الكبير ده، يا عم الحاج يا فندم، اكتب على يوتيوب دلوقتي مرتضى منصور يرجع في كلامه، مرتضى منصور يغير تصريحاته، مرتضى منصور يلتزم، مرتضى منصور كل شويه يطلع انا راجل دولي، بعد ما يقول لك مش هلعب وهنسحب ولا وانا بريد خنشر ارجع يقول لك انا راجل دوله وجهات سياديه كلمتني وجهات مش عارف ايه وزير الشباب اتدخل وزير مش عارف ايه وما ينفعش ومصر بتمر بمرحله حرجه ومصر مش عارف ايه هو انا اللي بقول؟ والله ما انا اللي بقول، شوفوا على الفيديوهات بتاعته وشوفوا على اليوتيوب كل حاجه، الحمد لله اليوتيوب بقى بيوثق كل حاجه، انت النهارده هتخش وتشوفه. مهم مرتضى منصور اتكلم عن الخطيب بطريقه سيئه، وبعدين يقول لك انت منتظر مباراه الانتاج، ده لسه اقرب حاجه بمناسبه الرجوع في كده. مين اللي قال ان انا مش هلعب؟ مين اللي قال ان انا مش هلعب مباراه الزمالك وحرس الحدود غير لما الاهلي يلعب المقاولين؟ مين اللي قال؟ ده لسه مفيش من 3 4 ايام، مفيش من يومين ثلاثه، وبناء عليه انا قلت واحد من الناس اتمنى النادي الاهلي يرجي اجتماعه لما بعد يوم الاثنين او الثلاث بعد مباراه حرس الحدود، لو انسحب مرتضى منصور يبقى كده كفى المؤمنين شر القتال زي ما بيقولوا يعني. لكن لو ما انسحبش ايه القصه؟ يبقى النادي الاهلي يستمر في موقفه ويصعد. انا واحد من الناس قلت الكلام ده، فالنهارده هل مرتضى منصور التزم بكلامه يا اللي جماعه بتقولوا على الخطيب عيب؟ يا اللي يا جماعه يا اللي بتقولوا على الخطيب حنفي؟ يا جماعه يا اللي بتقولوا معلش هتنزل المره دي؟ مع يا جماعه مين اللي رجع في كلمه؟ مين اللي قال ان مش هلعب مباراه حرس الحدود لما الاهلي يلعب المقاولين؟ وهل كلامه اتنفذ ولا ده العادي؟ ده انا قلت الكلام ده قبل كده محدش هيقف عندك لانه مرارا وتكرارا ولما بتحصل ده العادي، ده الامور الطبيعيه فمحدش هيقف عندها. زي ما ضربت مثل قبل كده وقلت النهارده ورقه بيضة فيها نقطه سوداء، النقطه السوداء هتبان، لكن التوب الاسود او الورقه كلها سوداء قال لو حطيت جنبها نقطه سوداء هتبان، مش فارقه، لانه في تاريخ من الرجوع في الكلام او عدم الالتزام بتصريحاتي او بتهديداتي، فبالتالي لما ينضاف واحد جنبهم تهديد كلام او رجوع جديد في الكلام فعادي ما حدش هياخد باله. لكن بالنسبه للنادي الاهلي لما يتكلم طبعا انا النادي الاهلي والنادي تاريخي، ولما النادي الاهلي اتكلم بناء على معطيات، وانا قلت لحضراتكم شرحتها لكم في فيديو سابق ان انا جيلي خطاب رسمي من الاتحاد المصري لكره القدم. لما يجيلي خطاب رسمي من هنا اقدر اتكلم. مفيش خطاب رسمي يبقى اتكلم بناء على ايه؟ لما واحد يجي يقول له دلوقتي لا انا طب انت هتنسحب عليه وانا بعت لك حاجه عشان تنسحب؟ انت بعت لي جواب وانا ما ردتش عليك، استنى لما ارد عليك. وفي نفس الوقت ورق الجواب اللي هياخده ده لما يرفقه بالملف اللي هو هيصعد بيه للفيفا ويشتكي ده، مش لازم يبقى في ورق مستندات، ادي الخطاب جاله اهو. لا من غير خطاب اروح اصعد اقول الاتحاد مش عايز، لما يطلع يقول لك لا احنا ما بعتناش له. كل حاجه بالمهمة هم تعبانين نفسيا ان او هم قلقانين خايفين ان النادي الاهلي ما ينسحبش. كل الناس دلوقتي نفسهم الخطيب كان يطلع، مش حبا في الخطيب او يقول لك يثبتوا الخطيب، لا حبا لمصلحتهم ان خلاص كده هم بالنسبه لهم الدرع الدوري بعد فين؟ بقى لهم عمر يا اخي ما شافوش الدوري. فكانوا يتمنوا ان الخطيب يرجع او ينسحب من الدوري. نرجع تاني لمرتضى منصور وهجومه على جماهير نادي الزمالك، بصراحه انا عمري ما شفت ابشع من كده. ابيضه مرتشين سفله جزم في شتائم وشتائم كتير الواحد ما يقدرش يقولها. انت بيضربوا برشام سكرانين العيال بتبرشم الى انا عايز اقول لهم حاجه بقى جماهير نادي الزمالك، انت دلوقتي حسيت
بإهانة رئيس نادي الزمالك، وقبلها إهانة إهانة كهربا اللي تف على جمهور نادي الزمالك، حسيت بإهانة جمهور نادي الزمالك ليك، وعرفته إنه أنت راجل سليم ممكن معترض على مشي جروس، لا أنت مبرشم ولا أنت قابض ولا كل دي اتهامات بدون دليل وأنت بتلصق بيك، أكيد من جواك بتضايق، فما بالك بقى عاوزك كده تقعد بينك بنفسك تفكر. كل كلام مرتضى منصور وهجومه على مجلس إدارة النادي الأهلي أو غيره أو من غير دليل، ليه كان بيسعدك وانت اتحطيت في نفس الموقف؟ سبحانك يا رب. الايام بتلف وبتدور، وزي ما قلت لحضراتكم اللي ما ترضاهوش على غيرك او اللي ما ترضاهوش نفسك ما ترضاهوش على غيرك، انت قبلت ان يهين ناس، جه اليوم ان انت تتهان على ايده هو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.